السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معاكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين مع بداية الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2021-2022 الموسم الجديد، اليوم الجمعة 27/8/2021. متابعيني الكرام، اليوم كان عندنا مباراتين. مايوركا فاز على إسبانيول 1-0، أحرز الهدف دانيال رودريغيز في الدقيقة 27، وفالنسيا فازت على ديبورتيفو ألافيز، أحرز الأهداف الثلاثة 3-0. دانيال فاس في الدقيقة 3، كارلوس سولير في الدقيقة 2 ولوقت بدل الضعف في الشوط الأول، وغونزالو غيديس في الدقيقة 60. بكرة بإذن الله تعالى عندنا أربع مباريات. المباراتين المطلوب توقعهم لو أنت ما كنتش توقعتهم في الفيديو بتاع مواعيد المباريات، مباراة اليتش أمام إشبيلية ومباراة ريال بيتيس أمام ريال مدريد. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإسباني ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الدوري الإسباني في المركز الأول فالنسيا بسبع نقاط، مايوركا في المركز الثاني أو ريال مايوركا في المركز الثاني بسبع نقاط، اشبيليه في المركز الثالث بست نقاط، اتلتيكو مدريد المركز الرابع بست نقاط، ريال مدريد المركز الخامس باربع نقاط، برشلونه المركز السادس باربع نقاط، ريال سوسيداد في المركز السابع برصيد ثلاث نقاط، ليفانتي في المركز الثامن بنقطتين، قادش المركز التاسع بنقطتين، ريال بيتيس المركز التاسع مقرر بنقطتين، غرناطه في المركز العاشر بنقطتين، اتلتيك بلباو المركز العاشر مقرر بنقطتين، فياريال المركز الحادي عشر بنقطتين، أوساسونا المركز الحادي عشر مقرر بنقطتين، إسبانيول المركز الثاني عشر بنقطتين، سيلتا فيجو المركز الثالث عشر بنقطة، إليتش المركز الرابع عشر بنقطة، ختافي المركز الخامس عشر بدون نقاط، رايو فاليكانو المركز السادس عشر بدون نقاط، وديبورتيفو ألافيس المركز السابع عشر والأخير بدون نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين أنخيل كوريا لاعب اتلتيكو مدريد في المركز الاول بثلاثه اهداف تساوى معه، كارلوس سولير لاعب فالنسيا، وإريك لاميلا لاعب اشبيليه، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وفي المركز الثاني خوانمي لاعب ريال بيتيس بهدفين، وكريم بنزيما او ابراهيم لاعب ريال مدريد بهدفين ايضا، والظاهره مارتن برسوايت لاعب برشلونه، وميكل اورزابال لاعب ريال سوسيداد. بعد كده في المركز الثالث باكثر من هدف، اكثر من لاعب يعني سجل هدف واحد، منهم جاريث بيل مثلا لاعب ريال مدريد، جيرارد بيكي لاعب برشلونه، وناتشو لاعب ريال مدريد، خوسيا لاعب ليفانتي، وموراليس لاعب ليفانتي، واكتر من لاعب، امفيس ديباي لاعب برشلونه، اكتر من لاعب زي ما قلنا، وطبعا نجم المغربي يوسف النصيري. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.